اليوم هو اليوم الثاني من أيام عيد الفطر. كل عام وسوريا وجميع السوريين بالداخل وبالخارج ألف خير. صحيح، صبحية العيد وبوسة إيد الأب والأم، الحلويات والمعمول والعيدية والمراجيح وباقي التفاصيل الصغيرة، كلها مفردات ما زالت عايشة معنا. نعم، وهالمفردات تعودنا تكون بالعيد وبين الأحباب، ورشا رزق حبت تغني لهدول الأحباب. نتشاركوا هذا الهنا، هنا يا هنا. يعني مثل ما تعودنا دائما صوت رشا بياخذنا للحنين ولايام زمان. صحيح، بدنا نوجه تحيه للفنانه رشا رزق. طبعا نرجع بناكد انه التفاصيل الصغيره هي اللي بتعمل السعاده، يعني صحيح. تفاصيل بسيطه بحياتنا بتقدر تعمل فرق. صحيح. خلينا هلا مشاهدينا نبقى باجواء العيد ونروح لكيف الحال. خرج أهالي دمشق إلى سوق الجزماتية لشراء حلويات عيد الفطر يوم الخميس الماضي، وصدحت أصوات الموسيقى في السوق المزدحم والشوارع المزينة في حي الميدان بدمشق، بينما يبحث المتسوقون عن أفضل ما يشترونه. دعونا نتابع مشاهدينا هذه التفاصيل. موسيقى
والله لا عم جيب معمول للبيت، حلويات، معمول، شوكولا، سكاكر يعني للاولاد. تحضيرات العيد نحن الحمد لله اكبر فرحه كانت لنا. يعني دائما حي الجزماتية هي الأجواء تبعيته، دائما بحسسنا بكل المناسبات من كان عيد ولا رمضان ولا الحلو تبعه بهذا الشكل بتحسي والعجقة، وفعلا يعني كرم البائعين هناك مشهود لإلهم. بتدوق يمكن قد أكثر ما بتشتري. رح نروح هلا لموضوع آخر، وإلى اللاجئون السوريون في لبنان الذين استقبلوا عيد الفطر وفي القلب أيضا غصة. نعم، ورغم محاولة البعض لإيجاد فسحة من خلال شراء حلويات العيد وشراء الملابس للأطفال، إلا أن الجميع أكد أن فرحة العيد في سوريا لا تشبه أي مكان آخر. نتابع أيضا. جابني بابا هدية. ايه اخذنا هدية. مبسوط بالعيد. احنا رايحين نكدر. حابب بعيد السنة الجاية بسوريا. بسوريا بنلعب مع بعض مع رفقاتنا ونلعب ونلعب فروج وفروج نلعب مع بعضنا. بالعيد بسوريا كنت روح قزر أنا ورفقاتي وولاد عمي ونطلع لعند قرايبيني بعيدهم. يعني بسوريا بنكون نحن كذا شخص، يعني أنا ورفقاتي وأخواتي وولاد عمي بنلعب نتسلى، هون ما في حدا. الفرق اللي بين العيد هون وبين سوريا يعني ما في فرق كتير، يعني هون أهلنا وهنيك أهلنا، بس أكيد الواحد بيحل بلده. العيد بسوريا له رهجة أكتر، يعني يهتموا فيه أكتر، له اهتمام، يعني بعيده بشكل طبيعي، يقعدوا 7-8 أيام عيد. أنا لبنان يوم أول يوم ثاني يوم على الشغل. طبعاً أكيد العيد هون حلو، بس إنه اليوم أنت كسوري في عادات وفي تقاليد، هناك الواحد أول ما بيفيق من النوم بيروح المسجد، بعد ما يروح المسجد بيروح المقبرة. بالنسبة العيد بسوريا أحسن، عند أهلك وعند أولادك وعند أخوتك، أما هين صعب العيد غربة. اشتقت عيد مع اولادي. حانن اكثر شيء لاهلي واصحابي وبيتنا والضيعه وقرايبيني كلهم. اكيد بسوريا بين الاهل والقرايب والاصدقاء، وهون كمان نفس الشيء، بس انه في فرق انه الاهل والاصدقاء ما في يعني مثل هون. بحب عيد السنه الجاي بسوريا، هناك احسن، بعرف رفقاتي واولاد عمي، هون ما بعرف حدا. بحب السنه الجاي يكون العيد بسوريا. ما حضرت حلو العيد. ايه عملنا حلو العيد. عملنا حلو العيد بالبيت. معمول وما معمول وهيك يعني مثل كل عيد يعني.
يمكن اوضاع اللاجئين السوريين بلبنان اصعب من غير اماكن، ولكن دائما السوريين بيشتركوا بتفاصيل بسيطه بالعيد، ويعني بيحاولوا لكل الاماكن مثل ما ذكر، وبالتقرير العيديه وثياب العيد والحلويات. صحيح، اهم شيء حلو المعمول. رح ننتقل لموضوع اخر، حيث رصدت كاميرا تلفزيون سوريا في مدينه يوتبوري السويديه اجواء العيد في اول ايام العيد، والتقت الكاميرا بعدد من السوريين المحتفلين بعيد الفطر المبارك. نعم، وايضا رصدت الكاميرا فرح الاطفال والناس في فعاليات خاصه بعيد الفطر من تنظيم منظمه العداله و العدالة الفلسطينية والجالية السورية في ثاني أكبر مدن السويد. نعم، وأحيا الفنان موسى مصطفى حفلاً غنائياً تفاعل معه الكبار والصغار. نتابع التفاصيل في هذه الجولة. كل عام وأنتم بخير بالأول، نهنيكم بالعيد بالمناسبة السعيدة للجميع إن شاء الله وين ما كنا. الفرق كبير والله يا أخي، لأنه نحن هون ما عم بنعيد، ما في عيد أبداً، يعني ما في العيد هنيك، مختلف تماماً بين الأهل والأصحاب والبلد والخلان، شيء مختلف تماماً عن هون. نحن هون ما بنشعر أبداً بالعيد، هلأ بس طالعين هيك يعني نتمشى. شو كنت تعملي بالعيد بسوريا؟ كنت روح على المراجيح بس هون ما في. عملنا حلو العيد بالبيت، بالبيت وضيفنا سويديين كمان. أكيد العيد هون بيختلف عن العيد بسوريا، هون ما في كتير أقارب، ما في كتير أهل يعني الواحد يزورهم، بس الناس بتتجمع، مع ذلك الناس المعارف اللي بتعرف بعضها بتتجمع وبيزوروا بعضهم وبياخذوا الأطفال لأماكن يرفهون، بيجتمعوا على الحلويات اللي بيقدموها اللي بيصنعوها بالعيد. هون بالسويد الناس هي اللي بدها تخلق النشاطات اللي يرفوا عن حالهم فيها، مو مثل بلادنا لما نحن انه نلاقي وين ما رحنا اماكن نرفه فيها ونبسط نغير جو. اول شيء انا جايه احتفل بالعيد مثل ما بنحتفل بسوريا، ثاني شيء انا بحب الجمعه مثل ما بنجمع بسوريا، وجينا نحتفل بهابي سيتي لانه دعونا نحتفل معه. كل عام وانتم بخير. طبعا العيد في البلاد كان دائما بس بين العيله وبين الحي الواحد والحاره الواحده، احنا هون في اوروبا وفي السويد العيد صار له يعني معنى اكبر، لانه يعني العائلات من بلاد شتى ومن يعني اسلاميه وعربيه وغير عربيه يعني، وحتى يعني السويديين احيانا بيشاركونا في العيد، فهون صار المفهوم العيد اكبر بكثير من بلادنا يعني. نحن على الجامع مشان نجي نصلي صلاه العيد، وبعدين اجينا رحنا على الايكيا مشان نجي نفطر، وبعدين اجينا على البيت مشان نجي نرتاح شوي، وقت جينا لهونك وهون كتير ممتع، الجو حلو، هلا حسيت انه في عيد هون. الشيء الجديد اللي هون هالجمعات الحلوه اللي عاملينها هون بالسويد، عم نحتفل مع هالناس الجديده، هاي اخواتنا باذن الله، معارف جديده، ناس جديده تتعرف عليها، وجو بالاجماع الحلو. يسلموا ايديكم. يعني العيد بسوريا هي اللقاء مع الاهل والاقارب مع العيله، هون هون يعني اول سنه ما كنا معرف حدا، فما بتحس انت بنكهه العيد يعني ابدا، بس هلا الحمد لله صار في سوريين كثير، صار في عنا اصدقاء كثير، بنقضي بنحاول العائله كلها تجي على المسجد من الصبح صلاه العيد مع الناس الثانيين، صرنا نشعر كمان فرحه العيد، نحاول نحضر دائما النشاطات اللي بنظمها هون المركز، يعني صار احسن شوي، بس بضل يعني في فرق بين هون سوريا، بسوريا نصحى على تكبيرات العيد بالمساجد، هون ما بنسمع الا اذا جينا على المسجد. جيت لهون عشان انه في حفله وهيك، وعم لعبت هون كمان. شو لعبه؟ طابه وهيك وزحليط وهيك اشياء. والله مختلف كثير العيد بين هون وسوريا، يعني الواحد بالنسبه للاجواء والاهل وكذا وبضل هيك غربه، بس الحمد لله يعني هون بهمه الشباب والعالم، يعني مثل ما شايفين فعاليات حلوه، يعني الجاليه العربيه والسوريه خاصه، يعني الحمد لله ما عم يقصروا، يعني عم نحاول قدر المستطاع يعني انه نعمل هيك اجواء عيد وفرح للاولاد، بس بضل الواحد العيد بالاهل بين الاهل والقرابين البلد غير يعني. وين العيد احلى، هون ولا بسوريا؟ بسوريا. طيب ليش؟ لاني ستي وعمامي واولاد عمي هنيك بنلعب، هون كمان حلوه بس هنيك بلدي واولاد عمي وستي. يا
كل سنة أو في كل عيد تعودنا أنه نكون مع أحبتنا في خاصة أول يوم في يوتوبوري بالتحديد نشارككم، ونشكر بصراحة العدالة الفلسطينية على إقامتها مثل هاي الفعاليات وإتاحة الفرصة لنا التواصل مع الجمهور. سعيدين جدا أنه يعني نلون هذا اليوم بلون الفرح مع الناس اللي كانوا صايمين ومع الأطفال كمان اللي شاركونا في هذا الحفل. كنت سعيد جدا في هذا الحفل. يمكن هيك فعاليات شوي بتذكر أهلنا اللي بأوروبا بشكل عام شوي بتفاصيل العيد وبأحداث العيد، لأنه شوي هنا بعاد يمكن عن هالأمور هيدي. صحيح، يعني أهم شيء بالنسبة لهم إنه أولادهم يفرحوا ويتذكروا أيام زمان. بس في شغلة ذكروها أحد السوريين، قال إنه نحن نستذكر دائما إنه نفيق على صلاة العيد وصوت الأذان. صحيح. يمكن هذا أكثر شيء ما عم يقدروا يحسوا، بس ما شاء الله عليهم عايشين حياة حلوة. الله يحميهم. رح نروح على مشاهدينا لفاصل وبعده بنتابع بلم الشمل.